إياكم من 70,000 ومن أهل الجنة آمين، واجمعنا فيها مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أوكي يمكن أسئلة؟ لا ممكن أسئلة. إذا أسئلة إحنا نكمل. طيب ممكن سؤال ولا اثنين. طيب. شيخ نصر عندك شيء والله؟ الشيخ سي one or two questions. سائل يقول ما هي شروط الرقية الشرعية وما هو الشرك وما خطره، ما هي البدعة وما خطورة البدعة؟ هذه محاضرة وهربنا من المحاضرة. خلي الناس إذا أرادوا أن يصلوا يصلوا العشاء ودخل الوقت، ثم بعد ذلك إذا أردتم أن نجلس نجلس حتى الصباح، أنا ما عندي مانع، لكن هذه تأخذ محاضرة يا أخوة. شيخ سيدان questions they are yes or long it will take long so if once they put low pray then if one continue later will continue but they are long. من أراد أن يصبر نصبر. تفضل. يقول يريد أن يعرف هل يجوز للمسلم أن يهنئ لعيد رأس السنة؟ هذا أمر لأن قريب من رأس السنة صح الليلة؟ طيب هني 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 الكافر. انظر يا إخوة إذا جارك كافر إذا جارك كافر نصراني يهودي لاديني جارك كافر ومعاملته لك ومعاملتك له حسنة فهنئه إذا جاءه ابن، إذا تزوج، إذا اشترى سيارة، ها؟ إذا رجع من المستشفى زره. لكن في عيد ديني لا تهنئه أبدا، حرام لا يجوز. لشخص if you get neighbor when a Christian it good to you you ain't get good problem not there between you and him then this neighbor Alagia Pekin congratulate him from Pekin where Alagia is born. If he marry, congratulate him for he marry. He buy motoka, congratulate him for he motoka. But anything we concern religion, he haram. He forbidden for make you congratulate him for any celebration we concern in religion. ربما رجل يقول لماذا ليش ما نهني؟ هذا لا دخل له بالنصارى ولا باليهودية. حتى المسلم إذا ابتدع عيد ليس في الإسلام غير عيد الفطر وعيد الأضحى لا نهنيه. إذا واحد رقص في المسجد وقال هذا عيد المولد النبوي الشريف لا نشاركه لن نهنيه به أبدا. لشخصي ولنسي not for congratulate the Christian or the Yahud for second religion. It's a lot of for the normal. It's a even Muslim. If the Muslim, he bring celebration, when I be there a celebration, not to Eid al-Fitr, not to Eid al-Adha. For example, if they dance the mosque for Prophet in Baghdad, he say not congratulate this. He say because it's Nabi that I count. فلذلك لا نجامل في الدين، عملون بالحسن نعملهم بالحسنى، لا بأس، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم، لا بأس معامل الحسنى، لكن لا دخل في الدين في ذلك. لا نهنئهم بعيد يقولون فيه إن الله ثالث ثلاثة أبدا. الشيخ said that's not a compromise when it comes to religion. Goodness problem not it. You do good, do you good problem not it. But when it comes to deen, you have a compromise not it. جزاكم الله خير بارك الله. خلي بعد ما يصلي الناس أحسن نجلس، إذا شئتم أن نجلس بعد أن يصلي الناس after the ناس pray إن شاء الله. Anyone who want to ask I will stay with him, don't worry. Even are you going walking, don't worry.